صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، وفي رواية: حتى ولو كان كافرا فكفره على نفسه. وجاء عند ابن ماجه وكذلك في مسند الإمام أحمد أنها ترفع فوق الغمام، فيقول الله عز وجل: لأنصرنك ولو بعدك. بعض العلماء حسنها لكثرة شواهدها، وبعض العلماء يضعفها كالألباني رحمه الله.